تخشن صوتك وبلاش تتنسون، وتطلب مدير مكتبه وتقول له سيادة النايب عليا الشهبندر عايز اتكلم عبد الحميد برأفت. اهلا 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 بسيادة النايبة، نسيت اهنيكي على استجوابك الشرس لوزير الصحة. انا لو قللت الاصل كنت رفعت عليك قضية نفقة او شحطتك في المحاكم وخليتك تكتب الواد اللي انت مخلفه مني باسمك. جرى ايه يا سيادة النايبة؟ علي هاني منتظار طلبة نمرة غلط، انا عبد الحميد رفض. وبعدين الاجرة بتاعت الرأس فاكرها؟ خنصرت منها ليه؟ طب كنت قولي وانا اديك عمولتك. مين بيتكلم؟ انا سونيا سليم الرقاصة يا خالد بيه مدكور، لسه الكارت بتاعك عندي شايلة مع مجوهراتي في الخزنة. اي نعم بتوع السياسة مكرين، لكن ربنا يكفيك شر مكر العوالم. طبعا انت عارف بيتي كويس مش كده؟ انا اجازتي ليلادي مستنياك، مع السلامة. جرالك ايه يا برهان؟ تجرالك ايه؟ مش قبل ما توصل اي حد بيا تتاكد مين هو؟ مش قادر تميز بين صوت ست النائبه المحترمه عليا الشهبندر وصوت ال وحصل ايه يا فندم؟ اللي حصل انها مش عليا الشهبندر ولا ليها اي علاقه بالمجلس الموقر اطلاقا. انا اسف يا فندم. اسف بعد ايه؟ بعد ما ورطتني؟ انت عايزه مني ايه؟ اهو دلوقتي لو قدامي جمهور يا شفيق لا كنت رقصت رقص لا حصل ولا هيحصل. مدام انت عايزه ايه من الراجل ده بالظبط؟ ومن امتى احنا بنفتح الدفاتر القديمه؟ يا ريت كنت فاكراك اذكى من كده، عايزه حاجات كتير اعرفها لو سمحتي. بسلة دول مش بتوع تسالي. وحياتك انت التسالي ما تحلو ولا مع دول. وبعدين ما تنساش بقى انه غشاي وخد مني عموله 33% من مقاولد الشغل بتاع الليله اياها. مدام مش هي دي الحقيقه؟ حب؟ اما انت اهبل بصحيح بقى، انا معقول احب واحد عشان شفته بيقول خطبه في التلفزيون؟ امال ايه الحكايه بالظبط؟ اديك معايا وبتتفرج. لا مدام انت عارفه طبعي، قعده المدرجات مش على هوايه، انا احب اكون جوه الملعب. احنا في زمن صعب وجو غريب يا شفيق، ساعه سخن وساعه بارد. لما تحصن نفسك بمسؤول كبير تبقى ضمنت في ايدك جهاز تكييف سخن وبارد ومفتاحه في ايدك، فاهم؟ فله يا روحي استاذه والله. ذاكرتك قوية قوي. مش كل حاجة الواحدة تقدر تنساها. انساك ازاي؟ ده فات يجي 10 سنين ويمكن اكتر. بس تعرف ان انت زي ما انت ما تغيرتش، يا دوب شوية الشعر الابيض دول.